أعلنت وزارة الصحة فحص 26,366,610 سيدات، ذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية منذ إطلاقها في شهر يوليو 2019، ذلك لتقديم خدمات الفحص والتوعية للسيدات مجانا بداية من سن 18 عاما. وأوضحت الوزارة أن المبادرة مستدامة وتشمل الكشف عن الأمراض غير السارية إلى جانب التوعية بعوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، بالإضافة للتوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.